على نفس ذات الخبر ونفس ذات الموضوع. مهم جدا معانا على التليفون دكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني. اهلا بيك دكتور محمود. اهلا وسهلا بكم، حياك الله. الله يخليك دكتور محمود. يعني حديث يعني يملأ الوكالات، ويمكن من أبرزها رويترز تتحدث عن صفقة تقضي بهدنة لعدة أيام، وأيضا يعني إطلاق سراح 50 رهينة محتجزة لدى حماس. كيف ترى هذا الخبر أو هذه الصفقة، وهل توجد عقبات أمام هذه الصفقة أم لا؟ بصراحة كل ما يهمنا هو حقن الدم الفلسطيني طبعا، مهما كانت التفاصيل ومهما كانت الأثمان ومهما كان ما بين قوسين المصالح السياسية لهذا أو لذاك. كل ما يهم القيادة الفلسطينية وما يهم الشعب الفلسطيني هو حقن الدم. نحن نتعرض لحرب إبادة. كلما استطعنا أن نوقف هذه الحرب ونوقف هذا العدوان وأن نحمي أبناء شعبنا الفلسطيني ونحقن دماءهم، نكون قد سرنا في الطريق الصحيح. هذا هو ما يهمنا من كل هذا الموضوع الذي يتم الحديث عنه الآن. هناك وقف للمجزرة، هناك وقف للمذبحة. هذا ما يهمنا الآن. نريد أن نبني على هذا الذي يمكن أن يتحقق ونستمر في الضغط، وهذا جزء من جهدنا أن نستمر في الضغط وفي التحرك السياسي وبذل الجهد وتكثيف الجهد من أجل ضمان وقف هذا العدوان الهمجي على شعبنا الفلسطيني. أيا كان ما يدور الحديث عنه، أنا لا أرى إنجازا واحدا في كل هذا إلا وقف الدم ووقف ذبح الشعب الفلسطيني، وهو الإنجاز الأهم لا خلاف على ذلك. إذن دكتور محمود حضرتك ذكرت، لا هو الإنجاز، إذا سمحت لي هو الإنجاز الوحيد، الإنجاز الوحيد إن أردت ذلك. لكن حضرتك ذكرت جملة مهمة جدا وقلت إنه وفيما بعد علينا أن نبني على هذا الإنجاز. ما الذي يجب علينا أن نبنيه؟ ما هي الآليات التي سوف نقوم بالبناء عليها؟ الاستمرار في الحراك السياسي، في النشاط الدبلوماسي، في معركتنا الشاملة مع الاحتلال بكل أبعادها بما في ذلك البعد السياسي والبعد الإعلامي والبعد القانوني، الحراك الدبلوماسي الذي نقوم به كقيادة فلسطينية، كمنظمة التحرير، وما تقوم به المجموعة العربية والإسلامية. وأنت ترى ويرى الجميع المجموعة العربية التي شكلت فرقة عمل أو فريق عمل عربي يضم وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وفلسطين والأمناء، الأمين العام للجامعة العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي بدأ حراكا من الصين إلى روسيا وسيستمر في هذا الحراك وسيستمر في هذا الجهد، والهدف هو وقف العدوان. نحن لا نتحدث الآن أخي الكريم عن أي أمر آخر، ولا نريد أن نخوض في أي أمر آخر باستثناء ضمان وقف الدم وحماية الشعب الفلسطيني. علينا أن نستمر في العمل، وأن يكون العنوان، ربما يكون العنوان الأبرز لحراكنا يجب أن يتجه إلى الإدارة الأمريكية. صحيح المواقف الدولية مهمة ومهمة جدا أيضا، وما يبذل الآن جهد ممتاز ومحترم، ولكن معظم أوراق التأثير في يد الولايات المتحدة الأمريكية. هي صاحبة قرار العدوان، وهي وحدها صاحبة قرار وقف العدوان إذا توقف. ولذلك ما أقوله وما نقوله أيضا لأشقائنا العرب، إنه علينا أن نتجه إلى الولايات المتحدة، وأن لا نتحدث عنها بلغة الضعيف فقط وبلغة التمني، ولا حتى بلغة القيم والقانون الدولي والشرعية الدولية. هناك لغة وحيدة تفهمها الولايات المتحدة الأمريكية، هي لغة المصالح فقط، لغة حسابات المصالح. والمجموعة العربية والإسلامية لديها الكثير مما يمكن أن تقوله في هذا الميدان، وعليها أن تستخدم كل ما يتوفر في أيديها من أوراق للتأثير على الموقف الأمريكي. النقطة الثانية التي يجب أن نستمر في الحراك عليها، العمل مع الرأي العام العالمي وبالذات في الغرب وفي أمريكا على وجه التحديد، لأن تأثير الرأي العام على صانع القرار تأثير كبير،
ربما لا يأتي فجأة، ربما لا يأتي بسرعة، ولكنه مع المثابرة ومع الاستمرار يمكن أن يؤتي ثمارا. وعندنا نموذج قريب جدا، نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لم يسقط فقط بالنضال الوطني داخل جنوب أفريقيا، وإنما أيضا بالنضال السياسي والدبلوماسي مع الرأي العام الغربي، وبالذات الرأي العام الأمريكي الذي تأثر في هذا النشاط، وأثر بالتالي على صانع القرار وعلى مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، فسقط نظام الفصل العنصري. هذا ما نريد أن نعمله، وما يجب أن نتخذه نموذجا في هذا. حتى الثورة الجزائرية بدون مرافقة النشاط الدبلوماسي والسياسي والقانوني للثورة على الأرض لم تكن لتنجح، وأي ثورة لا يكون لها خطاب سياسي وحراك سياسي وجهد سياسي يمكن أن توعد على أرض الواقع. دكتور محمود، أنت من أدرى الناس أنه المواقف اللي كانت متعلقة بجنوب أفريقيا أو الجزائر تختلف بالكلية بالنسبة للأمريكان عن قضية الصراع العربي الصهيوني. يعني لن تتخلى أمريكا عن انحيازاتها للكيان الصهيوني بحال من الأحوال، وعليه أنا أتفق معاك أنه يجب علينا جميعا ممارسة أقصى درجات الضغط على المصالح الأمريكية لقبول المبادرة الخاصة بينا لإحلال السلام في المنطقة. ولكن ده برضو مش هيمنعني من ان انا عايز اسمع من دكتور محمود الهباش، احنا بنتكلم على صفقة لوقف العدوان لأيام، لكن بعد هذه الأيام ما الذي تتوقعه؟ انه يستمر وقف العدوان، ولا انه ممكن ان يعود مرة اخرى؟ طب ولو حتى لا يعود مرة اخرى حقنا للدماء الفلسطينية، ماذا يجب علينا ان نفعل؟ كل الاحتمالات قائمة. نحن لا نتحدث عن شيء مضمون بنسبة 100%، خصوصا أننا نتعامل مع خصم وعدو لا يقيم وزنا لأي اتفاق، ولا عنده أي مانع أن يخرق أي اتفاق. لكن أنا أعود إلى النقطة التي كنت أتحدث فيها. الولايات المتحدة الأمريكية، نعم الآن بالنسبة إليها إسرائيل هي المصلحة الأولى في الشرق الأوسط طبعا، ولكنها مصلحة، لكنها مصلحة. عندما تشعر بأن هذه المصلحة تتعارض مع مصالح أكبر منها يمكن أن تعيد النظر فيها. هذا ما كنت أقصده. في لعبة المصالح المبادئ ضعها جانبا، المبادئ والقيم والأخلاقيات والعلاقات الإنسانية ضعها جانبا. الدول لا تقوم على فقط على هذه الأمور، تقوم أساسا على المصالح. وكما نقول دائما، الدول عبيد لمصالحها وأسيرة لمصالحها. كل الدول تقوم على المصالح، وكل العلاقات الدولية تقوم على المصالح، في المقام الأول تقوم على المصالح. نحن علينا أن نستمر في هذا الضغط، في هذا الاتجاه، بعيدا حتى عن يعني اقتناعنا أو عدم اقتناعنا بأنه هذا يمكن أن يؤثر على المدى القريب أو البعيد، لكن علينا أن نستمر. أن إنما على الأرض وقف ليوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل هو شيء جيد، هو مكسب لنا جميعا طبعا. مطلوب أن يكون هناك حقن للدماء، ولكن المطلب الأساس هو وقف كامل وشامل للعدوان، ليس في قطاع غزة فقط، وإنما أيضا في الضفة الغربية، على عموم الأراضي الفلسطينية طبعا. كل يوم هناك اعتداءات. صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني.